مشاهدينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أحب أن أعتذر عن هذا التأخير الذي بدأنا به معكم في هذا البث نعيد ونرحب بكم أيضا مشاهدينا متابعينا في كل أنحاء النمسا والذي يتابعونا الآن ونحن في الاستوديو في العاصمة النمساوية فيينا سنبدأ معكم ببرنامجنا الجديد حديث النمسا حديث النمسا برنامج يتناول كافة القضايا الاجتماعية والسياسية والتي تتعلق في الجدد هنا في النمسا وسنكون معكم اليوم في ملف اللجوء الاقامات بين التمديد والالغاء انتظرونا بعد الفاصل مشاهدينا متابعينا عدنا إليكم مرة أخرى ويسعدنا أن يكون معنا اليوم في الاستديو المحامية غنوة إشحادة سيدة غنوة إشحادة من رحب فيك اليوم ضمن استديو حديث النمسا هو البرنامج الأول من نوعه اللي قناتنا اللي الناس تعودت عفوا أن تشوفها معنا وتكوني أول ضيفة موجودة معنا ضمن هالاستوديو بنرحب فيكي مرة ثانية بجهودك الطيبة اللي بتحاولي دائما تقدميها للجدد الموجودين هون بنشر الوعي ونشر الثقافة الفعلا الجديدين الجدد هنا في النمسا يحتاجوا إلى يسعد مساك أستاذ أحمد شكرا كثير على المقدمة اللطيفة وبتمنى لكم كل التوفيق الله <applause> يخليك طبعا موضوع الإقامات بين التمديد والإلغاء موضوع صراحة يعني أرق الكثيرين هنا في النمسا في الفترة الأخيرة بعد تولي حكومة الأسود أزرق أو الأسود عفوا الأزرق تركواز تحديدا برئاسة السيد سيباستيان كورتس وهانز كريستيان إشراخي فقد أعلنوا في برنامجهما الانتخابي أنهم سيكونوا جدا صارمين ضمن برنامجهم عفوا البرنامج الذي برنامج الحكومة الذي سينفذوه ضمن الخمس سنوات القادمة سيكونوا جدا صارمين مع موضوع ملف اللجوء في تقليص عدد اللاجئين تقليص عفوا آه 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 اغلاق الحدود تكريس هذا الحدود وشاهدنا في نشره الاخبار الاخيره الذي من شاهد في نهايه الاسبوع ان كيكل قد زاد من او بالاحرى اضاف قوات من الشرطه لتحمي الحدود حتى تخفف من القادمين الى النمسا اذا سنكون عمليين معكم ونبدا مباشره في محاور هذا اللقاء واحب ان انوه اننا في النصف الثاني تحديدا سنبدا معكم باستقبال الاسئله سيدة غنوة شحادة معلش لو بالبداية تستطيع أن 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 تضعينا في الفرق ما هو الفرق بين الإقامة السنة والثلاث سنوات والخمسة أو الدائمة ما يتداوله هنا الناس اوكي طبعا من حيث المبدا لازم نحن نقول نعرف كمعلومه اولى بانه النمسا بموجب القانون الدولي والتزامها باتفاقيه جنيف عام 1951 بموجب التزامها بهذا القانون بدات تلتزم باستقبال اللاجئين او اذا فيما فيما في حال وصل احد اللاجئين على اراضيها بانه تتبناه كلاجئ طبعا اللجوء نحن مثل المتعارف عليه بين بين العرب هلا بالوقت الحالي هو عباره عن على الاغلب هو الانتماء اللجوء الناتج عن الانتماء السياسي، يعني المفروض لا يمنح اي لاجئ اللجوء يفترض انه يكون عنده خوف مبرر من الاضطهاد لعده اسباب. السبب الاساسي المتعارف عليه اللي هو الانتماء السياسي ولكن في عندنا اسباب ثانيه لانه ممكن يكون بسبب عرقه الاضطهاد اللي ممكن يتعرض له بسبب دينه بسبب جنسيته او النوع اللي كمان نادرا ما يعرف اللي هو اذا كان معرض للاضطهاد نتيجه فتنه اجتماعيه م. كمثال ممكن كثير يقولوا لك شيء يعني فتنه اجتماعيه ممكن يكون مسيلي الجنس مثلا هن ببلد معين مضطهدين فهدول وقت بيجوا على بلد اخر هدول ما لهم مضطهدين سياسيا وانما ممكن المجتمع ما يتقبلهم فعلى سبيل المثال طبعا اللجوء هي عبارة الأساسية اللي احنا لازم نميز بينهم بين المادة رقم ثلاثة والمادة رقم ثمانية رقم ثلاثة هي اللجوء الكامل ويفترض يتواجد شرط رئيسي ألا هو بأن يكون مضطهد لسبب ما أو ملاحق في بلده لسبب ما إذا توافر هذا الشيء وكيف بيتوافر هذا الشيء نتيجة التحريات اللي هي الدعوة اللي بتيجي لك الواحد اسمه لادونغ يعني انترفيو بقولوله هاي هي الاينفرنامي او الاستجواب بيعرف من خلال المحقق بيقدر يستخلص من هذا الشخص اللي هو اللاجئ معلومات بطريقة ما سواء طبعا في عندهم هنا الموظفين البي اف ال اللي هي البوندس ام في بيزن و هي الجهة المختصة بمنح الاقامات من هذا النوع او اللجوء اذا بدنا نسميهم هلا بنميز بين الاقامه واللجوء فهون بهالحاله يفترض يستجوب هذا الشخص يمتعارف بانه هن بيكونوا كثير لبقين وكتير محترمين ولكن بيسالوا اسئله ملغومه ومتضاربه بحيث يقدروا يعرفوا من الشخص اذا هو فعلا عم يحكي الحقيقه او لا فبيسال السؤال بطريقه ويسال لاحقا بطريقه اخرى واذا كان الجواب <applause> نفسه يبقى هذا الشخص صادق بموجب هال هالاستجوابات بيطلع قرار وهذا القرار بموجب الماده 3 من قانون اللجوء اللي هو الازيوكيسيتس وبيمنح الشخص صفه فليختلينغ هو اللاجئ يلي ملاحق ببلده لسبب ما وطبعا نتيجه هالملاحقه لازم يستقر بالبلد اللي هو هلا تواجد فيها نعم النوع الثاني اللي هو الماده 8 اللي هي الان كانت بيقولوا لها هدول بيكون المحقق ما بالسبب يلي هن قدموا رجوع على اساسه احتمال كثير يكون الشخص بالاصل ما قدم سبب وما قال اني انا عندي اضطهاد ديني ولا فتنه سياسيه ولا اجتماعيه ولا انتماء سياسي ما قال ولا وحده من هدول بس بيجي بيقول انا خايف على حالي خايف على عائلتي وعلى اولادي بموجب هذا الامر انا قررت اترك البلد لانه في بلدي عدم استقرار او في حرب بهالحالة يمنح هذا الشخص قولا واحدا نتيجة المادة 8 أو بموجب المادة 8 <applause> من الأزول جسدس شيء اسمه سبسيدير شوتس بغيكتغونج يعني بالعربي حماية هاي الحماية الدولية بتقول بأنه أنت فيك تقعد, تقعد في البلد تستقر فيها مؤقتا يوم تمنح طبعا لمدة سنة بعدين تمدد لمدة سنتين ثم تمدد مرة أخرى لمدة سنتين طبعا في حال سنة فسنتين, سنة فسنتين, سنتين فسنتين جميل جميل طبعا هي الإقامة حصرا <applause> النصيحة اللي طبعا المفروض انا كمحامية بقدر اني انصح المشاهدين اللي اجاهم قرار من هالنوع وحسوا حالهم انه هن بشكل ما كمان اضطهدوا بموجب هذا القرار او ما كانوا كان محق فمن حقهم يقدموا بشوي هاي البش يعني الاعتراض عن جهة أعلى اسمها البي فاوفي جي يلي البوندس فو يلي هي المحكمة بيكون فيها قاضي وليس محقق ممكن إنه ينظر للقضية بطريقة مختلفة طبعا المرحلة الثالثة ما بعرف إذا كتير بتهم الناس بس أنا بعتقادي إنه كمان مهمة هي الفافاسونكسكريت هوف هوف يلي هن المحاكم الدستورية والإدارية العليا كمان هي عبارة عن انستانس ثالث يعني مرحلة ثالثة من تقديم على الاعتراض يعني اللقاء اللي قدم على اللجوء من حقه يقدم مرتين اعتراض عشان تكون الامور واضحه المحكمة الاتحادية والمحكمة الدستورية تماما اللي هي جنو البي اللي هي العلاقة علاقة لاند بوندس وبعدين بعدها بننتقل على المرحلة الأخيرة اللي هي في المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا طبعا نحن هون بنكون فندنا المادة ثلاثة اللي هي اللجوء الكامل والمادة ثمانية اللي هي الحماية الدولية من حيث المبدأ النوع هلا الشيء اللي له علاقه كمان بالاشخاص الموجوده على الاراضي النمساويه يلي مشان اذا ما نحكي نسمي الامور بمسمياتها لا, لا, يبقى عندنا نحن الفلوختلينج انا كانت فلوختلينج هو الماده ثلاثه عندنا السبسيدير شوتس اللي هي الماده ثمانيه وعندنا الشخصيه الاسم الثالث لازم اذكره هي عباره عن الميجرانت. الميجرانت سبق وقلت قبل هالمره انه عباره عن اي شخص هاجر من بلاده الى بلد اخر بهدف الاستقرار. فحتى هذا المهاجر سواء اجى ليدرس او ليمنح اقامه فنان او اي شيء ولاحقا اذا تجنس بالجنسيه النمساويه بضل اسمه ميجرانت. ولكن مع يعني اس يعني نمساوي مع جذور مهاجره. اللي هو نحن مثلا معتبر ميجرانتن بس نمساويين من اصول مهاجرة نعم. نعم. هلا هيك انا بهالحاله بكون فندت لثلاث انواع من جميل. اللجوء العام يعني المصطلحات اللي بتتداول بين اللاجئين اللي المفروض الواحد يميز بينهم تمام جميل جدا اذا قبل الدخول في تفاصيل موضوع الاقامه السنويه او الثلاثيه الاقامه السنويه او الدائمه صراحه سؤالي سيكون لك حتى نضع المشاهد قدر الامكان في في محور هذا الحديث الحكومة الجديدة والتي توجهاتها توصف باليمينية العنصرية كما يصفها الكثير من الراكبون وحتى النمساويون يصفوها بهذه الصفة إلى أي حد تعتقد أنها لها تأثير إما سلبي أو إيجابي في تغيير بعض القوانين أو تشديد بعض القوانين الأخرى هلا الحكومة الجديدة خلينا نسميها هي أمر واقع نحن لازم نتعامل معها كأمر واقع هذا الشيء ما حصل وصار ولازم ما نتعامل مع هذا الامر كما هو لازم نحن نعمل انباس يعني نحن لازم نتجاوب او نحاول نشوف شو ممكن نصلح الاغلاط اللي عندنا لحتى ما هذا القوانين او التعديلات اللي تصير تكون تمسنا بشكل ما او تمس المشاهدين يلي بيهمهم الامر وقت قصدي نا مقصود كونه البرنامج اليوم عن اللاجئين فمقصود بالوافدين خلينا نقول ما عجبتني التسميه اللي حضرتك قلتها نعم إيه هلا هن كامر واقعي بهالحكومه بدها تكون امر واقعي نحن بدنا نتعامل مع موضوع على هذا الاساس ونشوف شو القوانين اللي هن بدهم يعدلوها ونتعامل معها قدر الامكان باقل آآ آآ اقل سلبيه ممكنه او او مشاكل يعني القصد القصد هنا سيده شهاده يعني سؤالي هنا انك تعتقدي ان للحكومه الجديده وسياستها وبرنامجها لها تاثير لربما في المستقبل على أكيد. تصعيد الامور سلبا او ايجابا طبيعي ما نحن عم نحكي على حكومه جديده وهي الحكومه هي بدها تحكم يعني كونها بدها تحكم بدها تطلع قوانين <applause> جديده هي القوانين ممكن تكون بشكل ما <applause> مع او 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 سلبيه او ايجابيه، حاطة مثال مثلا مثال موضوع ولو انه نحن عم نحكي عن اللجوء بس حاحكي عن موضوع الجنسية نعم no. نحن بنعرف بانه سيباستيان كويتز قبل ما يكون ياخذ اي منصب كان فقط سكرتير طبعا منصبه القديم نعم no. او كان انتجراسيون مينستر يمكن بهذاك الوقت بتذكر هو اصلا انتجراسيون استحدث, استحدث استحدث بناء اللي كان على كان السكرتير نعم no. وقت كان السكرتير وعم يشتغل على موضوع الانتجراسيون mm -hmm. اشتغل بشكل مكثف على موضوع الجنسية قانون الجنسية فصار كتير حوار وكل يوم نشوف بالجرايد ونقرا الصبح شو ممكن يصير وأنت الواحد بيحصل على الجنسيه والى اخره. هاي الامور كلها ما تغيرت. بعد حوارات وبعد كتير معلومات وصلتنا سواء من الجرايد او من الاعلام، بالاخير اعتمد القانون على نقطه واحده اللي هي انه تضل للاجئين ست سنين. واستحدث قانون جديد او او فقره ضيفت للقانون الجنسيه اللي هو شتات بتقول بانه اذا كان الشخص وصل للبيت باي غير لاجئ بيقدر ياخذ الجنسيه النمساويه او يقدم عليها كونه نحن برنامجنا اليوم عن اللاجئين فانا حاطرح المثال اللي له علاقه باللاجئين هلا نحن كيف ممكن نقول انه الحكومه جديدة ممكن تاثر على هذا الموضوع هي نوهت ولوحت مثل ما بنحكي نحن بانه الحكومه وقالت انه في فكره لأنه اللاجئ ليه لا يأخذ الجنسية بعد ست سنين؟ بعد ست سنين كتير قليل ما لحق لسه يشتغل ما لحق يثبت أنه هو انتجريت أنه انسجن بالمجتمع لهيك من القوانين اللي ممكن وأنا بتخيلي حتصير بأنه ترفع من ست سنين إلى عشر سنين هي كانت فعلا عشر سنين ولكن للاجئين كانت ستة وهلأ الفكرة أنه حتى للاجئين ترفع إلى عشر سنين أو تمدد والهدف هو تصعيب الامور لحتى اللاجئ ما يحصل على الجنسيه النمساويه طبعا هذا هذا ما زال ضمن خطه برنامج ولم ولم يبت به حتى تماما الآن. تماما تماما لسه ما صار بس انا عم الفكره اللي عم بحكيها انه كيف ممكن تاثر الحكومه الجديده على القوانين تمام نعم يا هي من حيث المبدا تفضل جميل جدا اذا سننتقل مباشره الى موضوع الإقامة ومن حصل على الإقامة السنوية يعني هؤلاء الأشخاص يعتبروا أنفسهم أنهم مهددين بشكل كبير أنه خاصة أن عفوا اشتراخة في في برنامجه الانتخابي أعرب وأعلن أن كل من ستزول أسباب لجوئه سيتم إعادته إلى وطنه فإلى فلكل من حصل على إقامة سنوية خاصة إن كانوا سوريين أو فلسطينيين أو عراقيين على حد الخصوص إلى أي حد تعتقدي أنهم فعلا هم مهددون في هذا الواقع؟ مم. هلا خلينا نكون سائلين وما هذه عمليين. يعني نعم هلا من حيث المبدأ وعلى أرض الواقع هذا الشيء بدأ فعلياً يعني بدأ فعلياً أنا بل بل بدأت توصلني حالات ويجوني موكلين معهم عندهم نفس المشكلة. خلينا نقول شو يعني وقت الدولة النمساوية بدها تعطي المادة 8 اللي هو الحماية لشخص مم. حق الحمايه لازم يكون في ببلده لا استقرار عدم استقرار حرب الدوله النمساويه بدات تعترف بشكل لا مباشر ولكن عم تنفذوا على ارض الواقع بانه العراق مثلا بلد امن مع انه كلنا بنعرف انه البلد لا. العراق ما له بلد امن بس هي حكومه هذا السبب خلت الدوله النمساويه قالت للبي اف كل العراقيين من هلا ورايح نحن بدنا نحاول ما عاد نعطيهم الحمايه ولهيك بنشوف للاسف انه العراقيين اغلبهم عم يجيهم رفض 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 يعني رفض الماده ثلاثة اللي من شوي رفض الماده ثمانية يلي هي الحمايه وحتى الـ 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 امكانيه الترحيل ممكنه توليسك يعني تو توليسك يعني امكانيه ترحيله لبلده وارده هذا الموضوع على ارض الواقع للاسف بلده هلا شو نصيحتي انا؟ اول نقطة كتير مهمة بموضوع الاشخاص يلي عندهم الإقامة السنوية. No. نصيحتي لهم انه لازم يعرفوا انه هاي الإقامة ممكن تتغير بعد خمس سنين، هلا خلينا نفترض انه no. شخص اخذ بموجب مادة 8 الحماية وقدم على اعتراض ولكن هذا الاعتراض للأسف إجا من البيفا بيكيه اللي هي البوندس بالرفض. نعم. No. إجانا رفض، شو بنعمل؟ الشيء الاول اللي لازم نحن نعمله ولازم ننبه عليه كل الاشخاص اللي بهالحاله هن بانهم هدول الاشخاص المفروض يحاولوا يشتغلوا على حالهم بانه ينتقلوا على نوع اقامه اسمها دور او اي او م -م. للاسف في ناس كثير ما بيعرفوا هاي المعلومه وانا بيسعدني اني اقولها لحتى تتعمم تفضلي جدا تفضلي انا قلت انه بتنعطى الاقامه عاده سنه بعدين سنتين بعدين سنتين هلا هل السنتين كانت تعطى اوتوماتيك، يعني مجرد ما انك انت عندك الاقامه مجرد تروح لعند تقدم طلب بعد يومين بعثوا لك الكرت. هلا للاسف لا، صار وقت بدهم يمددوها بيستدعوا الشخص وبيسالوه. آه، قال سو بس هابنجيب سيتكي ماخت، شو عملت لهلا انت؟ تعلمت لغه، اشتغلت، وين وصلت باللغه؟ ولادك بيروحوا على مدارس، آآ آآ زوجتك تعلمت لغه ولا لا؟ شو دارسين بالاصل انتم؟ كتقييم وضع تماما هن صاروا يسعوا لانهم بدهم الكواليفيكيشن صار بدهم المؤهلات تمام او بدهم الناس الفعاله على ارض الواقع تمام فهون بهالحاله انا بنصح انه اللي اللي رفض طلبه من المحكمه العليا يسعى لانه يكمل الخمس سنوات شرطين الاساسيات لنحصل على اقامه اسمها الدور او فنت او اللي انا بعد ما يكون عندي خمس سنوات حمايه مهم. دوليه بالنمسا مهم. بقدر اروح على الماجسترات وما بتعود البي اف اللي هي بوندس امت فريندن البي اللي بنشوفها مكتوبه دائما على القرارات بتيجي فوق مهم. على اليسار ما عادت مسؤوله عني ساعتها انا بروح على الماجسترات 35 او اذا واحد بمقاطعات اخرى المتكس هوب وبقدم عندهم على إقامة اسمها دوار أو فنتال شو يعني؟ يعني إني أنا لازم يكون في عندي خمس سنين إقامة يعني تمددت إقامتي مرتين بموجب الكلام اللي أنا قلته اللي هي سنة سنتين سنتين. اثنين لازم يكون في عندي دخل كافي لعيش وعيش عيلتي يعني طلعت من برنامج السوتيال ثلاثة لازم يكون في عندي آآ آآ سكن وتأمين صحي. طبعا بموجب العمل بيكون عندي تأمين صحي أمورتيجي. لعائلتي هون بهالحاله بيحصل واحد على اقامه دائمه هاي الاقامه الدائمه حتى لو مثل ما صار هلا مثلا باخواننا العراقيين انه استتب الامر ببلدكم يلا باي باي لا انا عند انا قاعده عندكم لاني انا عندي البي انس وعندي خمس سنين البي انس هي شرط اساسي تماما يعني هلا اذا انا بكون عم بشتغل وبكون عندي خمس سنين بس ما عندي البيئنس ما بقدر باخذ الدوره اوف الدورة دوره, أوفنت هال. دورة أوفنت هال. يعني هي اقامه دائمه بموجب قانون نيدا لاسون اود قانون النك اللي يعني هي قانون نعم. الاقامه نعم نعم تماما هلا خلينا نقول كيف ممكن هاي الاقامه السنويه تنسحب تمام قبل ما بتخيل نعم. نقطه من النقاط نعم. لازم نعم. تنذكر بشكل قبل ما نيجي على النقطه مشاهدينا متابعينا بحب نوه انه بامكانكم بامكانكم أه لمن يريد من يريد ان ان يسال السيده غنوه شحاده الموقع الخاص بها تجدوه في اسفل الشاشه سيظهر الان معكم. طيب اذا سيده غنوه يعني قبل ان ندخل في هذه التفاصيل يعني اذا كنا يعني اخذنا المواصفات او المقاييس التي تعمل بها محكمه اللجوء خاصه ان في من القادمين من العراق او سوريا تحديدا فهم منهم من هم مع النظام لديهم لا يوجد ما اي مشاكل مع الانظمه الحاكمه هناك ومنهم اصلا من هم مع المعارضه فالى اي حد من الانصاف تجدي ان خلط هذه التفاصيل ممكن ان تعرض حياه من يحمل الإقامة السنوية للخطر في حال إلغائها تحت أن جزء من بلادك أو كذا لا يوجد عليها خطر فأسباب لجوءك انتهت فإلى هذه المواصفات من يعمل عليها برأيكم هلا انا بتخيلي هي اللي يعني هي الجهات الرسميه بالبلد هون وطبعا من حيث المبدا نحن حكينا اللجوء هي البي اف ا المسؤوله عنها طبعا البي اف فيها الموظفين اللي هي يعتبروا اللي بي... موظفين المسؤولين خلينا نسميها المسؤولين عن الحالات من من الدرجه الاولى وبعدين تنتقل للدرجه الثانيه اللي هي القضاء للاسف هذا بيلعب دور نوعا ما انا باعتقادي هو دور الساخبه ابيتا ساخبه هو الموظف المسؤول احيانا هو نفسه انطباع اللي بياخده عن عن الازول بيبا يلي هو اللي قدم اللجوء طلب مقدم طلب اللجوء ازول بيبا كيف الطرح للموضوع يعني معلش انا اثناء اثناء دراستي بالنمسا انا كنت اشتغل مترجمه هون في النمسا فانا بعرف تماما بتذكر تماما كيف هن بيهتموا كثير بالكربش براخ بالبودي يعني انا وقت بكون عم بحكي موضوع كتير متأثر فيه وبحكي وانا قاعده لك انه مو معقول يعني انت حالة صارت معك يبقى لازم تكون على الاقل واحد قتل قدامك حدا من اهلك لازم تكون على الاقل ما بدي تصرخ وتعيط بس على الاقل تكون من فعل لحس انا بتعابيرك تعابيرات وشك تعبيرات جسمك هي البودي لينجوج لما نحكي عنها الكبش براخة انه هذا الموضوع حقيقي صار ولا لا فهذه الشغلات الصغيرة بيتركوا لموظفين السخب قابتها لهم فعلا مساحة كبيرة أنا بعتقد مه. من الحرية بقناعتهم بأنه هاي الحالة فعلا تصدق او يعني تصدق او لا تصدق القصه اللي عم تنحكى تتصدق او لا طبعا. اذا حكينا عن موضوع السنه هي ما لها علاقه بالشخص نفسه هي لها علاقه بالدوله نفسها اذا بتقول النمسا انه انا بالنسبه إلي العراق صار دولة امنه يبقى خلص وإذا بتقول نفس الشيء إنه نحن هلا بالمستقبل احتمال ما بعرف إذا صار الوضع تحسن ولا إذا صار في مناطق آمنة، ما بتعرف مم شو ممكن مم يصير بالمستقبل، مم بس بين قوسين الهدف الرئيسي لكل هالأمور هي تخفيف عدد اللاجئين بالنمسا قولاً واحداً، يعني هذا السبب الأساسي. جميل جداً. إذاً يعني نعود للنقطة التي قاطعتك من عندها ألا وهو موضوع إن كان الإقامة السنوية أو الثلاث سنوات، ما هو الفرق بينهما؟ هلا هل هو نحن في عنا إذا بدك يعني عنا الإقامة اللي هي اللجوء الكامل اللي هو الباسبور، وفي عنا البطاقة الرمادية اللي هي الحماية. هدول الاثنين نحن فينا فقط نميز بينهم. تمام؟ إه تمام هدول الأساسيات ونحن الكلام المتعارف عليه ويمكن تكون صح اللي هي الحمايه الدوليه ممكن ينقلها أو انت يعني الحق بالاقامه على الاراضي النمساويه، هذا الحكي ممكن يكون. هدول الاقامات هلا بالوقت الحالي للاسف في فكره لا 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 للتاكد من استحقاقيه الشخص لإلهم تمام؟ اذا يا هل ترى متوافر الشروط فيهم ولا لا؟ في نقطه انا من شوي كنت بدي اقولها وللاسف ما كملتها وحابه هلا ارجع لها مره ثانيه وبتخيل بت تعني العديد اللي هو كيف ممكن في شيء اسمه اب اركنونغ فرفان الاب اركانونج اللي هي انه انتفاء لانتفاء سبب منح اللجوء او منح الاقامه او لتوافر واحد من الاسباب اللي حاذكرهم هلا ممكن يسحب اللجوء او تسحب الاقامه من الشخص يمكنك. بالنسبه لاقامه الثلاث سنوات والتي تمنح ايضا لبعض الاشخاص ما هي ميزاتها وما امكانيه الغائها انا جميلة. بقول مره ثانيه نحن جاوبت من شوي انه هو عباره عن نوعين من الاقامه لا م -م -م -م. ثالث لهما يعني هي الثلاثه المقصود فيها هي هي, هي هي الدائمه فعليا هي مش الدائمه لا نحن ما قلنا الدائمه قصدك على الباسبور نعم نعم انا بتخيلي ممكن مقصود فيها كمان الاقامه الحمايه الدوليه اللي هي بتنعطى سنه وبعدين بتنعطى وبعد سنتين وبعدين سنتين ممكن يكون الباسبور بالوقت الحالي طبعا هذا موضوع جديد هذا هذا الموضوع صار له اقل من سنه انا باعتقادي ممكن يكون الباسبور بدل ما يمنح لخمس سنين عم ينعطى لثلاثه والفكره لحتى وقت الشخص يروح بيمدد مره ثانيه يضطر الموظفين يتعاملوا مع الملف وممكن يعيدوا النظر فيه اذا ما كان سبب اللجوء او المنح بالاصل ما زال قائما او انتفي فاذا كان انتفي السبب فاكيد تسحب الاقامه وحتى ممكن يسحب اللجوء نفسه جميل جدا، إذا مشاهدينا متابعينا سنخرج معكم الآن بفاصل قصير ونعود لنستقبل أسئلتكم ونعتذر ونعتذر كثيرا صراحة عن المشاكل الفنية التي تظهر من خلال الفيديو في بطء البث وبعض الأمور التي هي فعلا خارج عن خارجة عن إرادتنا. اخرى مشاهدينا ومتابعينا وكما اسلفنا بامكانكم الان البدء في في ارسال اسئلتكم التي فعليا في في صلب هذا الموضوع. سيده غنوه لو عدنا الى هذا التفصيل الا وهو الا وهو ان موضوع لم الشمل ولم الشمل الذي يعاني منه الكثيرين وايضا موضوع سحب اللجوء، ما هي الظروف التي تنطبق على تلك الحالتين وخاصة لو, لو أخذنا عفوا في البداية موضوع لم الشمل والإطالة الطويلة والذي ينتظرها الكثير من الناس أشهر ولا يحصلون أحيانا على نتيجة وأحيانا يحصلون على الرفض أو تفضلي هلا بالنسبة لموضوع لم الشمل بتخير صار الموضوع واضح للجميع بأنه المادة الثلاثة اللي لجوء الكامل لازم يتقدم طلب لم الشمل خلال ثلاثة شهور مش من صدور القرار وإنما من تاريخ الريست يعني من تاريخ قطعية القرار يعني يوصل القرار بيكون تحت مكتوب أنه من حق أحد الطرفين وهي الدولة مثلا بالطرف الثاني طالما أنه حصل الشخص على جو لجوء إيجابي يبقى من حق للخصم يلي هو الطرف الثاني اللي هي الدولة أنه تعترض وتقول لا أنا معارضة فإذا مر وقت الاعتراض وما تم الاعتراض من أي طرف من الطرفين يبقى من تاريخ قطعية القرار يصير قطعي من حقهم خلال ثلاثة شهور يقدموا على طلب لم الشمل إذا تأخروا مشكلة طبعا. بالنسبة للمادة 8 للأسف كان من زمان سنة بعد تمديد أول مرة سنة للأسف هلأ صار بعد تمديد ثلاث سنوات وهذا الشيء للأسف ما إله حل بالوقت الحالي الحل الوحيد وعم تصير حالات كثير من هذا النوع بأنه هدول الأشخاص يشتغلوا ويعملوا لم عن طريق قانون في ومضافة هالكسات اللي هو النك نعم <applause> وطبعا هون لازم تتوافر فيه عده شروط اللي هي السكن التامين الصحي واهم من هيك هو يكون في عنده دخل كافي لإله ولعائلته نعم <applause> <applause> هذا هادل... هذا طبعا القانون في استثناء وحيد اللي هو الطفل في حال الطفل صار عنده لم الش... لم الشمل بعد وهو حايز على الاقامه اللي هي الحمايه الدوليه وحاز عليها لمده ثلاث سنين وما صار عمره 18 سنه فمن حقه يعمل لم شمل لعائلته حتى لو ما توافرت فيه شروط السكن والده والدخل والاينكومن طبعا والتأمين الصحي وهذا الشيء لوجيش طبعا كونه الطفل ما بيقدر يعمل لعائلته هذا الشيء فهذا الاستثناء الوحيد. آه هي خلصنا موضوع لم الشمل بالنسبه لا لموضوع نقطة نقطة شيء في داخل الموضوع لمشمل. موضوع لم الشمل، موضوع التأخير، التأخير في هذه الملفات وهذه القضايا إلى أي حد يعني تعتقدي أن الحكومة الجديدة أو مم. هذا الموضوع تؤثر في هذا المنحة خاصة أن يوجد بعض الأشخاص أكثر من سنة مم. ينتظروا لم الشمل الموافقة عليه هذا مم. الموضوع كيف ترينه؟ هلأ ما بعرف أنه صار كمان معروف للجميع بأنه كان سابقا خلال ست شهور يفترض البهادة اللي هي الجهات الحكومية تقرر بأي فضع أكت أي, أي ملف إداري بموجب القوانين الجديدة اللاحقة للأسف رفعوا حقهم بدراسه الملف ملف ل 15 شهر يعني هلا صار عندهم سايت روم اكبر صار عندهم مجال اكبر لانهم يتحركوا وياخذوا راحتهم باصدار القرار والتاخير هلا عندي حالات كثير للاسف عم تجي بالوقت الحالي يعني عفوا هل تريد ان تقولي انه الاقصى حد هو خم... 15 عشر شهر الحد الاقصى لدراسه الحد دميلة. الاقصى لحتى ي... ي... يحق لمقدم اللجوء يقدم اعتراض على التاخير قبل هيك لا سابقا كان خلال ست شهور من حقه يقدم بشهاده اللي هو الاعتراض فسهم الناس بشهاده بيقولوا له يعني الاعتراض على سبب التاخير هلا انا بتخيلي هذا التاخير كمان له سبب بالهنتاجرينزيم يعني بال من حيث مم. بالخلفيه يعني اللي هي القصر في كثير قصر اجوا على البلد على النمسا ولا على اوروبا وقت اجوا على اوروبا نحن لاحظنا بانهم كانوا قصر وإذا كان حصلوا على اللجوء قبل عمر 18 مم. من حق أهلهم يقدموا على اللم الشمال هلا في ناس كتير إجوا بال17 فشو عملوا؟ أخروا قراراتهم ليصيروا 18 بحيث إنه ما يحق لهم يعني يعني فينا نقول بكل بساطة صار صاروا صاحيين على كل الإجراءات هلا هو العدد الفظيع اللي هون وخاصة نحن ما نحكي إنه النمسا طبعاً هي بلد مم. صغير مم. فالعدد اللي إجا تبين والمشكله الاكبر اللي هي انه كلهم تمركزوا بفيينا فصار ظاهر وواضح وجود لاجئين جدد فهذا هو السبب فهن صاروا بدهم يحاولوا يقصروا قدر الامكان طيب نحن حتى نكون منصفين مع متابعينا هلا هذا الجزء الخاص صراحه باسئلتهم لذلك <applause> احنا لازم نبدا ناخذ شيء من الاسئله في سؤال اعتقد تكرر من عده اشخاص عدنان هاشوم امجد احمد نجار عفوا بما بما موضوع من حاصلين على الاقامات ان كانت السنه او الدائمه او الثلاثه كمان م -م. وعندما يحتاجون الى ورقه من سفاره بلدهم توكيل جواز سفر ولاده كذا كذا هذا الموضوع ما حقه. انا هذا الموضوع سالت عليه كثير 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 أه للاسف ما له حل أه دخول اللاجئ على الاراضي على السفاره السوريه هي دخولك بما معناه بانه دخل على الاراضي السوريه خلينا نشبهه تماما مثل شخص وحالات كثير عم تصير بانه راح على بيروت ومن بيروت فات على سوريا عمل اجازه ورجع ورد رجع تبين هذا الموضوع فهذا سبب للاب كانوا ففان اللي ما حكينا عنه بشكل وافي بس بجوز هلا خلال الاسئله يوصل فنفس الشيء وجود إذا عرفت بهذا إذا علمت بشكل ما بإنه هذا الشخص راح على السفارة للأسف هذا سبب من الأسباب لا يخسر حقه بحق اللجوء. يعني بدك تقولي إنه السفارات بشكل أو بآخر مرتبطة مع وزارة الداخلية، يعني هل هم فعلاً يعلمون بما لا 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 لا, لا ما فيني اقول هذا الشيء، لا ما بتخيل، ما بتخيل. ما يعني مو ما بتخيل، ما ما بعتقد. لأنه الدولة النمساوية بتضل كتير حذره نتيجه خبره عم بحكي انا بحيث انه يعني ما بتعمل تواصل مع السفارات الا في حال اخذت موافقه الشخص الخطيه بهالشيء يعني مثلا انا عندي حالات مو طبعا لا سوريا ولا العراق نعم نعم بلدان ثانيه بانه الصخبه او القاضي قال له انه اوكي انا بدي اتواصل مع الدوله قال هو ادعى الشخص انه عنده حكم جنائي فهو طبعا هذا ما بكفي لازم يتواصل مع البلد ليعرف اذا هذا الحكم فعلا صحيح ولا لا يبقى بهالحالة الحاله بيقدر يتواصل مع السفاره حتى لو موجود وثائق اذا لا. كانت اوريجينال ممكن لا. ممكن يعرضها على 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 اللي لا. هو خبير خطوط لا لا بس لا. اذا كانت صوره ما ما في شيء يثبت فبهالحالة الحاله بيوقع الزي او الشخص على ورقه بانه هو موافق يصير تواصل مع البلد طبعا هون المشكله وين اذا صار تواصل مع البلد ممكن يخافوا انه يعودوا يرجعوا الشخص لانه اذا رجع وصار له شيء بتكون على مسؤوليتهم فلهيك انا بستبعد انه في تواصل بشكل فعلي خلينا نقول طبعا ما فيني بجزم بشيء بس بعتقد وكان بشكل أو بآخر يوجد تواصل يعني بهذه الحالة كل من بيروح على سفارة بلاده إذاً هو حتماً طيب. إقامته أو لجوءه عفواً أصبح مهدد بشكل أو بآخر تمام بس أي. الخبر مع الأغلب ما بيجي من البلد على الأغلب بيجي من الناس نعم يعني حدا بلغ عنه إنه هذا بيتردد على السفارة عن هاي الأمور تمام إذا السؤال الذي يعني يعيد طرح نفسه أعتقد أو الجان صار عايد سؤاله أكثر من خمسين مرة <applause> آه. الإقامة الدائمة الخمس سنوات ما هي أو بالأحرى بقال لك في حال أصبح البلد آمن ما هي إمكانيات سحبها أو إلغائها الإقامة سؤال. الدائمة تفضلي سؤال جيد عجبني السؤال لأنه رجعني لموضوع الأب اكونومي اللي ما كملته آه هلا اللي اللي عنده لجوء كامل إذا انتفى سبب حصوله على اللجوء ممكن ينسحب منه يعني انتفاء السبب اللي هو إنه هذا الشخص كان ملاحق وهلأ إمكانية الملاحقة هي لهذا السبب ما عادت موجودة مثلا ك, ك ككون عنده مثلا حكم فطلع عفو عام إذا كان في عنده حكم جنائي أو أو حسب يعني الوضع الحالة القانونية إذا كان في عنده إنتماء سياسي مثل مثلا المصريين، إخواننا المصريين اللي كانوا مقدمين على اللجوء وقت كانوا طبعا ما بدي يفوت بالأمور السياسية لا وقت لا استلمت لا الحكومة الجديدة اللي هي حكومة السيسي، كل اللي كانوا يدعوا بأنه هن طبعا فهمت الفكرة يعني كان عندهم سبب معين هذا السبب انكتفي تمام يبقى على أساس بدهم يمنحوا؟ إذا لا كان منحوا ما بيفتحوا لهم ملفاتهم القديمة ولا لهيك بيعطوا الباسبورات لمده مثلا مده اقل لحتى يقدروا وقت ينفتح الملف مره ثانيه يحركوا فيه شوي، يعني مثلا يجيبوا الشخص ويسالوه شو عملت لهلا؟ له كثير مهم هذا الموضوع وهذا الموضوع عم عم واجهه فعلا يوميا. طيب معلش الفكره يعني... هي طضل. سوري طضل. الفكره هي انه بالنهايه الشخص اللي سالني هذا السؤال بقول حتى لو انتفي السبب لا يعاد الشخص بين يوم وليله وانما في شيء اسمه اوفنتالتس بيندندم اسنامه يعني اجراءات احتياطيه لانهاء الاقامه هذا الشخص قبل ما ننهي له اقامته ونطلع له قرار ونقول له يلا باي باي بنجيبه لعنا ونشوف شو عمل لهلا اذا لقيناه متقدم باللغه عم يشتغل عم يدرس عم يعدل شهادته او عم او عم يعمل اي شيء مفيد واثبت وجوده بخلوه بس ما بيخلوه بصيغه لاجئ بيخلوه بصيغه بينقلوه على اللي هم التيرا اوفنس هالس بيبيلي الاقامه الانسانيه او بينتقل على نيدا لاسون اوفنس هالس اللي هو الاقامه آه، اجراءات الاقامه بالماجستير يعني سيده هذا اللي ب... اللي بدك تقولي انه حتى حتى لحمله الاقامه الدائمه <applause> الخمس سنوات الدائمه ايضا هم تحت المنظار لان هلا هن يو يو... تحت المنظار بس اثبات انه الملاحقه ما عادت كثير موجوده شوي صعبه يعني تنفيذها على ارض الواقع صعب شوي بس امتى اصحاب الباسبورات خلينا نسميهم بيكونوا على خطر وقت بيكون هذا شيء جديد وهلا حيشدد بالحكومه الجديده هي موضوع اذا صار عليه حكم نهائي جنائي بيقولوا لك جيجن ليبن يعني الاحكام الجنائيه الشديده يلي ضد روح مهم. الشخص وضد جسده مثلا الرب اللي هو العنف السرعه بالعنف اللي هو بيقولوا للسلب السلب عفوا نعم نعم عندك مثلا محاوله القتل القتل نفسه والضرب اللي ممكن يسبب مشكله يعني مثلا بعينه للواحد او هي الشبيه التبريثم يعني بيقولوا اوكي هذا هلا بالوقت الحالي مهما كان الشخص سواء عنده الاقامه المؤقته او اللجوء هيتعرض ل ممكن ينسحب لجوءه نتيجه ارتكابه لهذا الجرم النهائي، ولازم نوه على شغله لحتى ما يصير هلا فورا ضجه كبيره بهذا الموضوع. لازم يكون الحكم نهائي، يعني ما بكفي انه المدعي العام يقول انا بدات اتحرى عن هذا الموضوع والشرطه بعثوا وسالوك، لازم يصير في جلسه يوجد قاضي وهي الجلسه يطلع حكم القاضي وحتى لو المتهم اللي هو اللاجئ بحكم حالتنا اعترض مم. قدم بروفونغ لازم المحكمة العليا تنظر بالقضية ويصير الحكم قطعي طيب. طيب جميل جدا احنا صراحة اسئلتنا الاسئلة عم تورد علينا بشكل جدا كبير يعني بصراحة عشرات الاسئلة مم. ولكن احاول انتقي منها البعض سؤال من باسل ابو خالد بالنسبة للجنسية الفلسطيني السوري أو كما يسمى الشاتلوس أو عادمي الجنسية أو بلا وطن أكثر دول أوروبية تعطي الجنسية بعد ثلاثة أو أربع سنوات مثل السويد وهولندا حسب اتفاقية جنيف لماذا النمسا لا تعمل بهذه الاتفاقية على الرغم من أنها موقعة عليها؟ للأسف النمسا أخذت طريقة لحالة بقوانينها وقالت بأن اللاجئ سواء كان عديم الجنسية أو عنده جنسية المفروض يكون في عنده ست سنوات إقامة بالنمسا لحتى يقدر يحصل على الجنسيه النمساويه يعني هذا طبعا سؤال للاسف موجه الي انا وصلني للشات شاف كيسيتس بكتاب ودرسته وعم بشتغل فيه بس ما بقدر انا احدده او غيره يعني اذا اللي كله انه النمسا اخذت منحه خاص فيها وهي هي فعليا مجمده هذا تمام هلا هن يعني بس بيتقبلوا بهالحاله بانه هذا اللي عنده شتات اللوز يبقى هذا ما عنده رايز دوكومنت وقت اجى كان عنده م -م. ترابل دوكومنت م -م. يعني ما كان عنده رايز باس م -م. عنده ترابل دوكومنت وبيقدروا هذا الشيء هي الاستثناء الوحيد والا للاسف بانهم يعطوه جنسيه قبل بوقت على فكره كان اللاجئ كان بياخذ الجنسيه بعد ثلاث سنين م -م. وللاسف ارتفع لست سنين بالايام الاخيره نعم طبعا سؤال الى حد ما مكرر وهو صراحه يؤرق الكثيرين من من لم يحصلوا بعد على حق اللجوء ألا وهو الانتظار الانتظار ي. الانتظار ي. حتى حتى يحصلوا على اللجوء هذا م -م. الموضوع ي. كيف يحصلوا على الجواب عفوا ان كان سلبي ايجابي ان كان اي شيء، هذا الموضوع يعني يعني صراحة أصبحت النمسا أو يصفها الكثيرين أن الموضوع أن الموضوع أن الموضوع هو فعليا يعني خارج خارج السيطرة إلى حد ما. أو, أو أو تقوم النمسا بشكل يعني يعني بشكل غير مضبوط في هذا الموضوع. هلا الفكرة هي باعتقادي الفكرة الأفضل اللي هي أنه كيف أنا بدي أسرع، خليني أكون إيجابية. <applause> وقول للشباب اللي عم يطرحوا او المشاهدين اللي عم يطرحوا هذا السؤال يكونوا ايجابيين بانهم يتفاعلوا مع الامر كما هو بانهم يحاولوا يسرعوا اجراءاتهم. في حال كانوا هالاشخاص هي هدول موكل عنهم اما محامي او جمعيه حقوقيه يضلوا على تواصل معهم ويحاولوا يقدموا لهم كل شيء عندهم تطورات ايجابيه بمجال الانتجراسيون. نعم <applause> الانتجراسيون عباره عن ثلاث نقاط. بريبات انتجراسيون الشبراخليخي انتغراسيون والبيروفليخي البريفات اللي هي طبعا الحياه اليوميه اللي هو طبعا اذا الشخص جاي متزوج اوريدي ما فينا نقدم ولا شيء بنقدم بانه في عنده انسجام بالمجتمع في حال قلنا بانه هذا الشخص تزوج اذا تزوج نمساويه اذا كان عزابي او اوروبيه نحن بنقول بنقدم الاوراق لنبين انه اه بلشت انا انسجم اذا كنت انا ماني متزوج طبعا هذا ما هي مو للناس لحتى يتزوجوا اوروبيين او نمساويين بس لانه انا بعرف كل شيء للاسف بيترجم بيترجم no, no. بس هي نقطه من النقاط اللي بتنذكر نوعا ما حتى لو تزوج عربيه من جنسيه نمساويه تعتبر من يعتبر تزوج من نمساويه النقطه الثانيه اللي هي موضوع شبراخ اللي هي انتجراسيون اول ما بيصير عندي اي شهاده لغه ان شاء الله الان ما كان عندي اياها وصار عندي اياها فورا بروح بقدمها <applause> ليش هدول البيروفليك انتغراسيون اللي هو مثلا عندي وعد عمل انا عندي مجال اني اشتغل بمجال ما فبجيب ورقه من هالشركه هدول الامور هي عباره عن حجره صغيره يلي بشوي بتدفع الحجره الكبيره يعني بتقول بتدفع بتتفشى شوي صغيره لحتى مم. الملف يمسكه الساخ باعته بايده ويرد يعيد النظر فيه فهي النصيحة اللي بنصحهم اياها مو اكثر من نعم، اعتقد سؤال ورد بشكل او باخر يعني يسالوك بعض الناس انه هل واجهتي تجربة شخصية او عفوا ليست تجربة شخصية انك عاملتي حالة انه من عنده الاقامة الدائمة باي سبب من الاسباب فعلا زالت وسحبت منه الاقامة واعيد الى وطنه؟ نعم هي الاسباب سببها للاسف كانت لسه ما, ما واجهتني حاكم جنائي، الحكم الجنائي جاني حالي هلا لانه حكم جنائي لا لا خارج الحكم الجنائي، خارج الاحكام، يعني شخص لا طبيعي. انت سؤالك كان عمومي مم. وانا العموم تفضل <applause> انه هل واجهتي؟ حاقول لك تمام هي الحاله الجديده هلا اللي هي انه اذا كان شخص حكم نهائيا بشكل جي بحكم جنائي وفي فكره لترحيله بدات بس الحالات اللي زمان واجهت منها كثير وكانت موجوده مال علاقه بالحكومه الجديده اللي هي في حال ثبت يعني تم اثبات بانه هذا الشخص راح على البلد يلي ممنوع يروح عليه تمام لا. يعني مثلا خلينا نقول ما بدنا نقول الاردن والعراق والسوريا والعراق اقول الاردن مثلا لا. زوجة اردنية متزوجة من سوري واخذت الاقامة بلم الشمل مو انه ما بيحق لها تروح على سوريا مثله ما عاد بيحق لها تروح على بلد الاردن مثله لاحظ انه انا هي الشغله بالنسبه لي انا ما منطقيه بس للاسف هذا قانون هي تزوجت سوري ليله حتى ما يكون من حقها تروح على الاردن وهذا قانون هلا في حال راحت او في حال هو راح على العراق او على سوريا حالات سوريا اجاني كم حاله وحالات عراق اجاني كم حاله وسحبت اللجوء منهم تم سحبها لسبب هي لانه اثبت عليهم راحتهم يعني انه راحوا على البلد تمام زياره طبعاً. البلد خلينا نسميه تمام سؤال من منذر الحاجي ودقيق هو سؤاله على كثير من الحالات انا بقول لك زوجتي مجنسه اوروبيه وبدها تنزل بنتي معها على سوريا طبعا هو لاجئ وحاصل على اللجوء الدائم بنتي زوجتي مجنسة أوروبية وبدها تنزل بنتي معها على سوريا بحق لها طبعا بنتي معها حق بنته معها كمان حق اللجوء هل يحق للبنت المتولدة في النمسا أن تذهب إلى سوريا؟ هلا قانونيا لا وعمليا ممكن ليش؟ الأم قلت لي أجنبية نعم يعني عندها جنسية نعم والبنت جنسية اكيد جنسيه اوروبيه يعني تمام اذا جنسيه اوروبيه وليم. يبقى الطفل عنده الجنسيه الاوروبيه تبع الام لا اكيد ما لا لا معه لجوء دائم في النمسا وليس جنسيه ليش؟ يبقى ما بنعرف طيب اوكي حنفترض انه السؤال مثل ما هو مع <applause> انه انا بتخيلي اللي بيتزوج من اوروبيه وبيجيب ولد منها يفترض انه الام تروح على السفاره وتاخذ جنسيه <applause> اوروبيه لابنها <applause> بس الولد من حقه يحصل على الاثنين أوكي؟ نعم. طبعا انا هذا بتخ... بأعتقادي يعني مم. بس اذا خلينا نمشي بالموضوع مثل ما حضرتك ذكرته مم. اللي هو انه الام عندها جنسيه اجنبيه والبنت عندها لجوء. اللجوء والزوج عنده لجوء تمام هلا مجرد حصول البنت على اللجوء يعني هي حتسافر بالدوكومنت الباسبور اللي هو بيمنح يمنح للاجئين صح نعم يبقى نعم. هي حتى لو البنت ما لها ملاحقه بشكل مباشر هو ابوها اللي ملاحق لسبب صحيح. ما, صحيح. ما وعلى اساسه اخذ الماده صحيح. يبقى وجود البنت قانونيا بهذاك البلد غير قانوني صحيح. بس يا هل ترى لاي مدى خلينا نكون شوي عمليين انه الطفله راحت وثبت انه هي راحت كيف ممكن يسحبوا لجوئها لهالبنت يعني على ارض الواقع بتخيل شوي صعب هو صحيح بس قانونيا قصد 100% قانونيا ممكن يهدد الزوج نفسه بشكل او باخر يعني ممكن هلا هون انا برايي مو اجراءات اللجوء اللي مم. حتتفعل مم. اذا بدك اللي حيتفعل اكبر من هيك اللي هو اليوغنت أنت لانه هو حيقول كيف انت ترضى انه بنتك تروح على بلد غير مستقر امنيا نعم فهون مشكلة حتكون انا برايي عنده مع الاب بين الاب واليوجنت اب اكثر نعم. من البيئه سؤال أب. سؤال وردنا من اعتقد من ريم علي ويعني سؤال غريب الى حد ما، نحن عائله انا واخي اخذنا سنه هي واخوها اخذت سنه وباقي العائله اخذوا الاقامه الدائمه واسباب اللجوء نفس الاسباب، شو ممكن نعمل بهذا الوضع؟ عم تسالك مرات عن بليز ريم علي بتسالك نحن عائله هي واخوها أوكي. هي واخوها اخذوا اقامه سنويه وباقي افراد العائله اخذوا الاقامه الدائمه مم. مع انه اسباب اللجوء واحده نفس الاسباب شو ممكن يعملوا بهذا الوضع؟ يد اعتراض هلا هو اكيد اخذوا اقامه مختلفه لانه ما له فاميليا ففان لانه هن هو 18 والبنت اكيد فوق 18 فاخذوا والساق بقى احتمال يكون غير في سبب اكيد وهذا الكلام انا ما بقدر يعني اجزمه غير اذا شفت القرار بين ايدي وقريته او بالاحرى شوف اقوالهم اهم من القرار لا. القرار بيكون بجريندت يعني في اسباب ليش تم منح هذول الاشخاص اللجوء هذول لا آه وبنفس الوقت اقوالهم انا الآن برنامج بكفيني لحتى اقدر قيم هذا الموضوع لا. فانا باعتقادي نصيحه لهم انهم يقدموا اعتراض لعل وعسل المحكمه العليا والقاضي يكون شوي فير اكثر يعني نعم معنا. اعتقد كاميران شيخو او هيك شيء اسمه مم. هو من سوريا اجيت على النمسا بس عنده بصمه بكرواتيا اجا رفض استأنف واجا كمان رفض صار له سنتين هون بالنمسا ومنتظر جواب مع انه انت بتعرفي بالفتره الاخيره اعلنت الشرقيه تقريبا انه خلص طلعوا من, من ما يخص موضوع دبلن والاتفاقيه هي وفي حال إنه لم يخرجوا يخرج لم يخرج لم يخرج عفوا القصد أوكي. القانون الذي اقره الاتحاد الاوروبي في فتره من الفترات ان من بقي لمده ست اشهر في بلد اخر فهذا يعني ان هذا البلد اصبح مسؤول عن ملف لجوه عم بقول لك عم بقول لك انه اجى رفض واستانف واجى رفض اخر ف القانون بهذه النقطه هلا هل 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 موضوع دبلن هلا هل موضوع دبلن موضوع كثير حساس البلد الوحيد يلي ال.. ال.. بالوقت الحالي بصمته غير معترف فيها م -م. يعني حتى لو قدم طلب لجوء فيها هي اليونان كانت لفتره مع هنغاريا وهلا طبعا لا رجعت تمام يعني كرواتيا قولا واحدا نعم وجوده بس.. لمده سنتين بالنمسا آه.. في مده عاده هي عباره عن الاعتراضات اللي بتتقدم وبنفس الوقت لازم تراعى وبنفس الوقت في عندك موضوع اللي هي فكرة الـ 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 الست شهور خلال ست شهور لازم يرحل تمام؟ إذا تم ترحيله انتهى الموضوع إذا ما تم ترحيله عادة بتصير إجراءاته يعني من البلد هي مسؤولة عنه النمسا إمتى بيصير استثناء لهذا الموضوع؟ وقت بيكون بيختفي إذا طمع. بيختفي بمدده. المده من ستة شهور لتصير الاجراءات رسميه لسنه ونص لسنه, و... لسنة وشهرين تماما يعني عمليا انا برايي موضوع لازم ينعرض على شخص اختصاصي ويشوف لانه يعني سنتين انا بعتقد يعني انه كبيرة. لازم يكون عنده محامي ولازم هذا الموضوع يتولاه محامي تمام احنا بس هيك لانه سنتين مده طويله نعم. مشاهدينا ومتابعينا نظرا نظرا لبعض المشاكل الفنيه التي واجهتنا في بدايه في بداية البرنامج وبعد إذن الضيف أيضا سنمدد البرنامج لعشر دقائق أو ربع ساعة أخرى بحيث انه نحاول أن نغطي جزء من الأسئلة الموجودة قدر الإمكان. مم. طيب عندنا سؤال سؤال أعتقد نعم ف فريز فريز حمدون عم يسأل سؤال أخي أنا أه... هو جاي لم شمل جاي لم شمل مع عائلته بيقدر يفوت على السفارة السورية لم شمل نعم جاي لم شمل هو، يعني بحكم انه اللي قبله والده او والدته هن له حق اللجوء، هل يحق له زيارة السفارة السورية؟ اوكي السوري؟ هلا حتى لو إجى لم شمل، شو الوثيقة اللي بين ايديه؟ هو حاصل على حق اللجوء، قطعا يبقى... يعني يبقى بينطبق عليه للاسف نعم. القانون هو وعيلته نفس الشيء. للاسف نعم نعم، حتى حتى لو كان هذا الشخص خلينا نقول السوري تحديدا <applause> آه خليني اقول السوري عفوا او العراق مشان بس إن احنا هاي احنا الشريحتين الاكثر شيء نحن يعني بنحاول انه نوجه لها انه للي ما عنده مشكله مع النظام الحاكم هناك عنده مشكله مع الـ مع الـ مع المعارضه مع الارهاب مع اي شيء المسميات اللي بيسميها حتى هذا الشخص هو اعلن اعلن داخل لجوءه انه ما عندي مشكله وهو قدم وثائق انه هو ما عنده مشكله مع النظام على ما يبدو ولكن البلده اللي قاعد فيها فيها مشاكل فخرج منها هل هذا الشخص تنطبق عليه ايضا انه في حال زار السفاره السوريه او العراقيه تنطبق عليه انه ممكن يهدد ملف لجوءه سؤال هلا هذا السؤال انا ححب يعني حابه اني أجاوب عليه بشكل منطقي انا ما ما ورد علي حالي من النوع بس حجاوب عليه منطقيا طمع. وطبعا بيرجع لل بترجع للاخ اللي او الاخت اللي, طرعت... اللي طرحت السؤال هي اللي حتى بالنهايه شو بدها تعمل. انا بتخيلي بشكل منطقي خلينا نقول طمع. هلا منطقيا اذا كان الشخص يلي قايل بانه هو بين قوسين ملاحق من قبل النظام وراح على السفاره يبقى هذا شو يبقى هاد يفترض فات على الاراضي السورية كانه راح زار سوريا او مم. العراق ولهيك يسحب لجوء. اذا ناخذ الشق احتمال يسحب اللجوء فرضية يسحب اللجوء خلينا نقول احتمال لأنه, لانه في شيء تس... اسمه ففارن تماما انا حقول شيء كثير كثير مهمة هالقصة لكم آه سواء سحب اللجوء او آه عدم سحبه اللي هي موضوع آه تمديد الاقامة او عدم تمديد الاقامة لاحظ عدم تمديد الاقامه <applause> كلها عباره عن فابعل ففان يعني لازم تطلع بقرار وهذا القرار يكون عندك حق بانك تنهيه على مدى آآ آآ مراحل <applause> يعني البي اف بيطلع قرار تعترض على البي في بتروح المحكمه العليا هون عندك انت بحدود السنه ونص سنتين تكسب انك تثبت فيهم امور لتنقل على اقامه اخرى يعني على ارض الواقع ترجيع الشخص ممكن يكون شوي ما بدي اقول غير ممكن، ممكن ولكن صعب ومن ليس لديه مشكله مع النظام نرجع سو اي شكرا اللي ماله منطقيا اذا بدي احكي بالمنطق يبقى هو فات على السفر، هو بالاصل ما عنده مشكله مع قايل ما عندي مشكله مع النظام <تصفيق> بس <تصفيق> انا باقتراحي لحتى هذا الشخص ما يعاتبنا ولا يعاتبك اخ احمد مرات بالمستقبل انا باعتقادي يروح على البي اف او اذا عنده محامي يخلي محامي يتواصل مع البيفقه ويطرح هذا الموضوع ويقول موتلي او هو الشخص يقول انا عندي مصلحه ممكن اعملها بدي اعمل وكاله وانا لازم فوت في مشكله في ضير من هذا الموضوع اذا اجا وقالوا له لا انت بالاصل ما عندك مشكله مع نظام فانت فوت يبقى هو ضمن انه ما يكون عنده مشكله بالاصل تمام تمام هون بنكون نحن برينا زمتنا و... يعني حكينا يفضل يفضل الشخص قدر الامكان يكون واضح يكون واضح مع كافه أكيد. الجهات المسؤوله أكيد. عنه نعم. سؤال يعني فعلا مميز قاسان شماري اعتقد اسمه عارف رفضت اسمه صحيح او لا بيقول اللي عنده رفض وعنده اولاد مولودين هون صار له سنتين واربع شهور عنده اولاد مولودين هون مم. هذا شو وضعه هلا للاسف النمسا ما بتعتمد على حق الاقليم حق الاقليم يعني انه يمنح الطفل اللي ولد على الاراضي على ارض البلد الجنسيه للاسف هذا الشيء مثل امريكا مثلا هذا الشيء ما عندنا يعني احنا بالنمسا اذا كانت اجراءاته ضمن اجراءات اللجوء مو اجراءات دبلن اجراءات اللجوء فممكن بهالحاله وجود الطفل هون ومرور سنتين لسنتين ونص مع الانتجراسيون اللي حكينا عنه من شوي اللي هو الثلاثه البيروف ليش براخ بريفات، ممكن هدول الامور حتى لو اجا رفض يكون سبب لانه نغير من اقامه اللجوء الى اقامات من نوع اخر. مم. فانا باعتقادي هي من سبب بس هي فورتايل، فورتايل يعني من محاسن الموضوع، بظن هيك بيقولوا، ما هيك؟ فورتيل تمام، في سؤال كمان يعني قابل للطرح صراحه من كريستي كريستي كاباك ديب وهيك شيء اعتقد كي. شو الفرق بين الباسبور الرمادي مدته خمس سنين والاقامه الدائمه والباسبور البني كمان مدته خمس سنين بس للاقامه سنه يعني بعض الاشخاص حملت الاقامه السنه يحملون جواز يحمل اللون البني وايضا مده الجواز خمس سنين تمام كيف هلا الجواز البني هو اسمه فريمدن باس نعم. هذا يمنح للاشخاص يلي اخذوا الاقامه السنه وما عندهم رايزه دوكومنت بالاصل يعني ما عندهم باسبور لا. خلينا نسمي مثلا من, من غزه مثلا اوكي لانه السوريين على الاغلب بيكون عندهم العراقيين عندهم المصريين عندهم مثلا فلسطيني ما نو من اصل سوري وانما مثلا من غزه في جزء كبير من الاكراد لا يحملون اي جواز مثلا مثلا آه. هدول الاشخاص اللي ما عندهم رايز دوكومنت اللي هو باسبور كامل فهدول يمنحوا الحق بالفريم باس في حال كان عندهم سبب لمغادره البلد او مغادره الاتحاد الاوروبي على الاغلب بيكون السبب اذا بدهم يروحوا يزوروا شخص حدا من العائله ممكن حدا من العائله مريض بده يقدم يثبت بانه في سبب ليغادروا النمسا وبناء عليه بيحصلوا على فريم باس نعم طبعا يمنح عاده لسنه لخمس سنين حسب يعني صراحة أسئلة أسئلة كثير جزء منا جزء منا تم الإجابة عنه بشكل أو بآخر ضمن يعني محاور هذا البرنامج يعني ممكن نأخذ السؤال الأخير واللي حنحاول أنه نختم فيه طيب حنحاول ناخد سؤال يعني صراحة طيب أنا متابع كثير من الحالات اللي عم تعاني منه ألا وهو ألا وهو كثير من الأخوة العراقيين حتى ممكن وإلى حد ما شريحة من السوريين والفلسطينيين بيجلس بالنمسا بعد ما يدخل للنمسا يمكن أكثر من سنتين وما عنده انترفيو يعني هذه الحالة تنطبق طبعا عشرات يمكن مئات الحالات اللي هنا عم بيسمعونا ويشاهدونا موجودين بالكامبات ووضع مأساوي عم بيقولونا بالضبط يعني أنا بتواصلوا معي بعض الأشخاص يا أخي يعطونا رفض ويريحونا خلينا نعرف حالنا يعني هالانتظار بهالشيء وغالبهم على فكرة بياخد رفض يعني مثل بيقولوا طويل العمر منهم اللي بياخد سنة ممكن بعد ما بنتظر سنتين وأكثر يعني فيش في حالات أنا أنا على, على اتصال مباشر معها يمكن سنتين واربع شهور صار له منتظر وهلا من جديد حصل على حصل على انترفيو هذا الموضوع يعني الى اي حد يعتبر قانوني هنا في النمسا آه، هلا للاسف يعتبر قانوني نوعا ما نحن قلنا بانه <applause> الاجراءات عاده خلال ست شهور في حال على القانون القديم هلا صار 15 شهر يعني بعد 15 شهر من حق الشخص يقدم شيء اسمه سامس بس بهذا اللي هي الاعتراض على التاخير بعد ست اشهر كان ست اشهر آه، هلا رفعوا له 15 شهر مطلع. يعني عطت ال النقطة ذكرتيها بالبداية تماما مم. البهادن أعطوا مجال لحالهم بانهم يكون عندهم ميت سايت روم يعني مم. لحتى ياخذوا راحتهم كونهم بحسوا حالهم مضغوطين انا حاقول لك شيء باعتقادي هذا الموضوع له علاقة بالبلد نفسه يعني هلا مثلا انا عندي حالة لهندي شخص هندي اجراءاته صار لها من خمس سنين قبل ما تصير ازمه بسوريا قبل ما تبلش الشيء اللي صار بسوريا ما بدي أسميه شو كان هو اللي صار بانه بهداك الوقت كان الوحيدين اللي قدموا لجوء على الاغلب مو الوحيدين وانما على الاغلب هم الاخوه الاكراد الاخوه الاكراد كانت اجراءاتهم يمكن اللي عم يسمعني منهم بي بي حيكون اكيد قديم، كانت اجراءاتهم تاخذ بحدود الست لثمان سنين. ليش؟ مهم. البلدان اللي هي بلد حاميه بالوقت الحالي فيها مشكله مثل سوريا دائما بي بي بيجروها لعندهم بصير إلى الاولويه، فبصير الاجراءات تاخذ الوقت السريع اللي نحن عم نشوفه. بالمقابل اللي عم يقول اني انا صار لي سنتين وزعلان العراقي او السوري يشوف حالات الروس والصين طيب. ولا... لا سوري خليني طبعاً طبعاً طبعاً. السوري والعراقي يشوف م -م. الروس والصين والافغان وال... والهنود شو عم بصير فيها اجراءاتهم ممكن تكون ست وسبع سنين لهلا ما اجاهم انترفيو طبعا انا باعتقادي هالشيء ما نوفر يعني ما منو... ما صح لانه هون هي العيله اللي صار لها ولا الشيشان اكبر مثال تسع سنين احيانا اجراءاته الولد م -م. بيخلق هون ونحن لاحظنا اذا بتتذكر صار بالميديان بالاعلام اكثر من حاله انه طفل ولد بالنمسا وراح على الروضه وراح على الابتدائي وبالاعدادي اجى قرار لاهله بالترحيل فرفقاته بالمدرسه طلعوا مظاهرات لانه بيقول لك هذا مننا هذا نحن كيف صار متحدث لغه لغه البلد اكثر من لغه الام يعني حتى وانتي ما ممكن يكون كمان للبلد نا, يعني نا. هي هي النقطه لهيك انا ما بدي شوف انا ما بدي احط ملح على الجرح انا عم حاول يعني كتوصيف سيدتي تماما انا عم حاول بس اني ورجي هالاشخاص هدول انه بضل حالكم احسن من غيرهم اوكي وقبل ما ننهي البرنامج حابه اقول شيء بس نقطه صغيره معلش شيء سيده شهاده يعني معلش لانه موضوع صراحه دقيق جدا طبعا موضوع الانتظار حتى يحصل على المقابله الاولى متفاوت بين الكثير من المقاطعات هذا الموضوع بجمله بسيطه هذا ما له يعني. علاقه بالمقاطعات اذا بدك نوعا ما يعني مثلا جراتس بطيئه لينز بطيئه متعارف عليه بس إله علاقه بالسخبه ابدا سرعته نعم. حتى وقت بنروح على البوندس في على المحكمه العليا الى علاقه بسرعه القاضي بانجاز عمله نقطه اذا انت بدك تقولي سيده شهاده انه كل من يريد ان يدخل النمسا الان معرض لان ينتظر اقلها سنه ونصف حتى تبدا اجراءات لجوءه هذا الاحتمال هذا الاحتمال مش بالضرورة. مو بالضروره, مش بالضرورة ولكن درورة. باعتبار أنه مثل ما تفضلت رفعوا فتره دراسه الملف الى 15 شهر بس لحد الان نحن عم نشوف انه في ساخ م... بعباته وقضاه سريعين يعني انا عندي حاله مثلا ليس ستاندر ولكن أدمت هذا عليها بعد شهرين ولكن هذا جانب. وضع قانوني يعني من يدخل ويستنى 15 شهر واكثر من 15 شهر فهذا الوضع طبيعي يعني هذا هاي قانوني نعم قانوني يا قانوني. Yeah, بين قوسين mm -hmm. بس خلينا نقول ممكن انه ناويين يعملوه عادي بالمستقبل بالرغم من انه الحكومه الجديده بتقلك انه نحن بدنا نحاول نعمل بشلينج للففان يعني نسرع الفرفان لحتى نقدر ننهي اكثر عدد ممكن ونطلع اكبر عدد ممكن يلي لا يستحقوا انه يضلوا طيب بنهاية البرنامج سيدة غنوة تحبي تحكي أي حبيت اذكر شيء انا من ضمن التعليقات اللي قريتها لاحقا في شب عم يقول او بتخيل اخ عم يقول انه انا من وقت ما هاي الحكومه صارت لهلا ما سمعت ولا شيء ايجابي هلا انا حاعطي شغله ايجابي انا مو مع انا مو مع الحكومه الجديده بالله. انا معروفه شو انا دائما, دائماً اتهم في قناتي وفي الاخبار اني اروج كل شيء سيء بهالبلد انا بالله. انا انا لفت نظري طبعًا هذا طبعًا طبعًا هذا هي يعني التعليق اقرا احيانا عندي وقت فهذا الشيء اللي خلاني اني احط ببالي انه لا بدي اقول هلا برجع بقول مره ثانيه انا اكيد مثل كثير غيري مو مع الحكومه الجديده ومو مع التعصب ومو مع الـ 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 ال 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 يعني الكره الاجانب ولا بس للاسف نحن انحطينا بموضع واقع وجه... خلينا نسميه أمر واقع مثل ما <تصفيق> حكينا النقطة <applause> اللي بدي أقولها بأنه الحكومة الجديدة الشيء الوحيد اللي مرق علينا من الأيام قليلة السابقة بأنه وصلنا بأنه الحكومة الجديدة رفعت من عدد الحصص حصص المهاجرين يلي ممكن يكون عندهم هدف لم شمل عائلاتهم السنة الماضية كانت الحصص شو يعني حصص؟ يعني هن بيقولوا انه اذا شخص معين حابب انه يجيب عيلته من بلد ما من كل دول العالم، احنا هلا طلعنا من اطار، انا عم نحكي عن نيدالاسك اوفن هيلث جزيتس اللي هي نغ اللي هي الماجسترات والبيت مانشافت بقول بانه هدول كان السنه الماضيه للنمسا كلها العدد 5800 رفعوهم ل 6120 ولو انه مو فرق كبير بس يعتبر فرق معقول، والسبب انا بتخيلي وقت قريت هذا الشيء بالقانون الجديد هلا او التعديل الجديد لفت نظري شيء انه هن أخذوا حق لم الشمل من اللجوء بس بالمقابل عطوه من ناحية تانية يلي هي إنه جيبوا عائلاتكم بجهدكم وعرق جبينكم اشتغلوا تعلموا مم. لغه جيبوا لهم يكون عندهم تامين وسكن وجيبوهم يعني هذا الكلام برايك ينطبق على حمله الاقامه السنه المؤقته يعني؟ السنه المؤقته لا لانه الم... هلا عمليا اي شخص مام. اي, أي شخص؟, شخص اي شخص موجود في النساء اي شخص موجود في النساء يعمل ويثبت هذا الموضوع رفعوا العدد انتقل من مجال مام. هو يعتبر مام. مام. حاصل على اقامه اوف هلس بيريكتيكونج أزولانت فلوكتلينج حكينا تعبيرات من البدايه اي واحد من هدول وقت بتوافر فيه هي الشروط وبيقول لك اوكي تمام انتم اعطيتوني حل الي بإني انا صار عندي اقامه بتجه لعائلتي بإني اجيبها بالاسلوب النظامي القانوني، فبدل ما العائله تروح تقدم لم شمل لجوء بيروحوا بيقدموا لم شمل نظامي بالسفاره ولكن بيقدموا معها مرفق اوراق تثبت بانه الزوج اللي موجود بالبلد او احيانا بتكون الزوجه اللي موجوده هون عندها امكانيه انها تعيش عيلتها تماما في ننهي ننهي الموضوع يعني برايك هذا الكلام الذي تفضلت به هل ينطبق على من يريد على سبيل المثال ان يتزوج ويستحضر زوجه من نعم بلاده هذا نعم الكلام ينطبق عليه نعم اكيد شكرا جزيلا لك سيدة أنوش حاده في نهايه هذا اللقاء الفعلا الرائع والغني جدا في المعلومات ومشاهدينا متابعينا اعتذر واجد اعتذاري مره اخرى عن بعض المشاكل الفنيه التي التي كانت رافقت هذا اللقاء في بدايته ونعدكم إن شاء الله في المرات القادمة أن تكون الأمور بأفضل حال شكرا لكل من يشاهدنا الآن وكل من ساهم في أسئلته وأعتذر من لم أستطع أن أجيب على أسئلته ولكن معظم محاور هذا البرنامج أو هذا الموضوع تم تغطيته داخل هذا اللقاء وإمكانكم مراجعة البث طبعا نحن بعد خلال الساعات القادمة سنرفع رابط اليوتيوب والذي تستطيعون مشاهدة منها الحلقة كاملة بدقة أفضل لربما من من المشاكل الموجودة في الفيسبوك وأشكر من خلف الكاميرات كادر العمل جميعا وأجدد الشكر لك مرة أخرى سيدة غنوش حادي على زيارتك لنا وأنا أحمد مراد في برنامجكم حديث النمسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته